قمة مصرية تركية بالقاهرة بين الرئيسين السيسي وأردوغان لبحث العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة. الاحتلال الإسرائيلي يكثف من غاراته على قطاع غزة وسط قتال دار في خان يونس وحصيلة ضحايا العدوان تتجاوز 28,500 شهيد. قصف عنيف بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية يوقع 4 قتلى لبنانيين ومجندة إسرائيلية. لكم سيداتي سادتي في بانوراما الثامنة، أهلا بك وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه التفاصيل. صفحة جديدة من العلاقات بين القاهرة وأنقرة بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضري المشترك. صفحة دشنتها أول زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر منذ أكثر من 10 سنوات ومباحثات مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال مؤتمر صحفي أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا وما تشهده العلاقات التجارية من نمو، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على رفع مستوى التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار. نرحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق لسيادته في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، وأؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا، ويؤمني هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة. فمصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين، وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون. الرئيس السيسي أكد أيضا أن مباحثاته مع الرئيس أردوغان أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وتحقيق تهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية. كما أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بالتعاون بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات. أعرف في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات، مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع. ولقد توافقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
وفقا لقرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله. وفيما يتعلق بالملف الليبي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعزيز التشاور مع تركيا بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد. الرئيس السيسي أكد كذلك أن النجاح في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة. ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها. يهمني كذلك الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها وصولا الى تسويه الخلافات القائمه بين الدول المتشعبه بالمنطقه، ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفاده القصوى من الموارد الطبيعيه المتاحه. كما اكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في افريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنميه وتحقيق الاستقرار والازدهار. من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يزيد عن 1000 عام، معرضا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى لائق. كما أعرب أردوغان عن تقديره لموقف مصر فيما يتعلق بأزمة قطاع غزة ودورها في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، مطالبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف المجازر بحق أهالي غزة ألا تمتد تلك المجازر إلى مدينة رفح. إن ما يحدث في غزة من مأساة إنسانية كان قد تصدر جدول أعمالنا اليوم، ومن خلال الهجمات الإسرائيلية إلى حد الآن قد استشهد أكثر من 28,000 فلسطيني، كما أنه أصيب ما يقارب 70,000 فلسطيني بريء، وقد تم استهداف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومباني تابعة للأمم المتحدة. وإن إدارة نتنياهو فقط استمرت بسياسة الاحتلال والقتل والمجازر أيضا رغم ردود الفعل العالمية أيضا. ومن أجل إيصال المساعدات إلى غزة يعتبر من أولويتنا أيضا، ومن إلى حد الآن من بلدنا قد أرسلنا ما يزيد عن 31,000 طن من مساعدات إنسانية أيضا. ولا شك نحن نقدر هنا دعم جهات مصرية أيضا، وأشكر كذلك الهلال الأحمر المصري وكذلك وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الأمر، وإلى جانب مساعداتنا الإنسانية أيضا، وقد استطعنا أن ننقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا، وكذلك الخبراء يتباحثون فيما بينهم من أجل بناء مستشفى ميداني في غزة، ونحن نتطلع إلى دعم إخوتنا المصريين لبناء هذا المستشفى الميداني قريبا. وإن المبادرات لتهجير سكان غزة بحكم العدم بالنسبة إلينا، ولا يمكن أن نقبل بتطهير غزة من السكان كليا، ونحن نقدر موقف مصر في هذا الأمر أيضا. وعقب قمتهما بقصر الاتحادية، وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس التركي رجب طيب أردوغان على الإعلان المشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
هذا وقد شهد قصر الاتحادية قمة مصرية تركية بين رئيسين عبد الفتاح السيسي ورئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تناولت دفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية. الرئيسان السيسي وأردوغان بحثا أيضا العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة سبل عطف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قريلته بمطار القاهرة الدولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قريلته. حيث توجه الرئيسان إلى قصر الاتحادية وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزل السلمين الوطنيين واستعرض حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة ثلاثة أخرى موسعة بحضور وفدين بلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس التركي في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، بما يفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية ويثري التعاون المشترك ويؤكد الاعتزاز بالإرث الحضري والثقافي العريق للشعبين الشقيقين. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور أحمد سيد أحمد أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام. دكتور أحمد، بعد التحية، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر والتي تأتي للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، ما الذي حملته تلك الزيارة على المستوى الثنائي والإقليمي أيضا؟ تحياتي لك أمل ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن هي زيارة ترفيهية للسعد الرئيس التركي لمصر ترفيهيا، وزيارة مهمة من حيث التوقيت ومن حيث الدلالات ومن حيث المخرجات، سواء على صعيد العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية وأيضا العلاقات الأمنية، أيضا على مستوى القضايا الأمنية، خاصة أنها تتوقف مهم مسؤول باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفتيح حكومة الحرب الإسرائيلية باقتحام رفح، وما قد يؤدي ذلك لانتداعات خطيرة إنسانية على الشعب الفلسطيني أو انتداعيات على الأمن الإسرائيلي، وقد تفجر المنطقة بتلميذ. وبالتالي هنا رسالة هنا هذه الزيارة تمثل أهمية، لأنه لا يعني نقول بكل صراحة أن هناك تصادق، مش ليس فقط توافق بل تصادق في الموقف المصري والموقف التركي فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، خاصة على المسارات الثلاثة، حيث ترفض مصر معها تركيا أولا على المسار السياسي التهجير القسري للفلسطينيين، ترفض أيضا المخطط لتثبيت القضية الفلسطينية، أيضا هم مع الحل السياسي وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 و 4 يونيو على مسار القدس الشرقية، وأيضا على المسار الإنساني في طلب إدخال المساعدات. وبالتالي هنا رسالة مصرية تركية لأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، أن إسرائيل كما اتطلعنا على أنها ستستفرد بالفلسطينيين وتنفذ مخططات خبيثة متعلقة بالتهجير القسري، لكن الآن هذا الموقف الإقليمي المتحد والواقف الذي استطاعت المصرية أن تحشده استطاع أن يمثل حائط صد أمام المخططات الإسرائيلية. صحيح. دكتور أحمد، يعني كيف ترى أهمية توقيع اتفاق تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي بين كل من مصر وتركيا؟ إلى أي مدى هذه الخطوة تساهم بشكل أو بآخر في تدعيم وتوطيد وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات؟ هي بالطبع أمل العلاقات بين البلدين تمثل نموذج لإدارة العلاقات على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، كل من الدولتين لديه المزايا النسبية التي يمكن أن يقدمها للطرف الآخر، مثل اقتصاد قوي ومثل اقتصاد واعد، اقتصاد مهم في الشرق الأوسط، تركيا أيضا اقتصاد قوي وهي إحدى دول مجموعة الـ20، يعني لديها العديد من الاستثمارات هناك الآن، استثمارات تركيا في مصر، والحديث الآن حول كما أشار الرئيسين في المؤتمر الصحفي
برفع حجم التبادل التجاري الى 15 مليار دولار، بما يعكس حجم الخطوات الكبيره التي يمكن توظيفها لصالح البلدين، خاصه في محور التنميه في السويس، وايضا انشاء منطقه صناعيه تركيه هناك. هناك ايضا استثمارات كثيره، وتركيا تمثل سوقا كبيرا، ايضا مصر سوق مهمه لتركيا، مصر مدخل تركيا لافريقيا، وايضا تركيا مدخل لمصر لاوروبا، وبالتالي المصالح وتدفع الدولتين لتطوير مزيد من العلاقات على المستوى الاجتماعي. وتم اليوم توقيع من الصفقات المهمه لدعم العلاقات بين البلدين، وبالتالي الشراكه الاستراتيجيه على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي تمثل اهميه كبيره، سيكون لها مردود مهم ايجابي على مستوى العلاقات الاقتصاديه والتجاريه. اشكرك جزيل الشكر دكتور احمد سيد احمد، استاذ العلاقات الدوليه بمركز الاهرام. قامت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية برفقة قرينة الرئيس التركي بزيارة غرفة العمليات المركزية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما قامت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري. غرفة العمليات التي نحن بصدد زيارتها الآن هي تم افتتاحها في عام 2019 بتشريف كريم من حرم السيد رئيس الجمهورية، وهي على اتصال دائم ومجهزة بكافة الأجهزة السلكية واللاسلكية المتقدمة، في اتصال دائم بمجموعات الإغاثة داخل جمهورية مصر العربية، بيراقب الأحوال الجوية، بيراقب الأحوال الإغاثية والإنسانية، الكوارث الطبيعية والإنسانية والحربية، سواء في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. كانت جمهورية مصر العربية منذ اللحظة الأولى للهجوم على غزة في 7 أكتوبر، سواء من الجهات الحكومية أو من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أو من حياة كريمة أو من الهلال الأحمر المصري، وتم تمرير ما يقرب من 210 ألف طن سواء عن طريق الجوي أو البحري أو البري. تشريف حضراتكم النهاردة لغرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة. مؤسسة حياة كريمة هي مؤسسة مجتمع مدني تم تدشينها في أكتوبر 2019. يشرفنا أن مؤسسة حياة كريمة تحظى برعاية خاصة من السيدة انتصار السيسي حرم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تضم مؤسسة حياة كريمة ما يزيد عن 45 ألف متطوع وحوالي 27 مقر في كافة محافظات الجمهورية.
تستهدف المؤسسة خدمة المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. مؤسسة حياة كريمة لها العديد من المبادرات الكبيرة على رأسها مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة المعنية ودورهن بجانب مشاريع الدعم الغذائي والقوافل الطبية في كافة المحافظات. مع حضراتكم هنا غرفة عملياتنا في على معبر رفح التي تبث بشكل مباشر موقف القوافل الإغاثية في معبر رفح لحظة بلحظة. واضح هنا آخر القوافل التي تعبر من المعبر. هي أن يعني خلال امبارح والنهارده وصل حوالي 600 قاطرة محملة بالمساعدات الإغاثية من مواد غذائية لمساعدات طبية وغيرها. ده بس حي الآن من المعبر. وده الأهم بالنسبة لي لأن بينقل بشكل حي لهذه الغرفة ماذا يحدث على المعبر بخصوص الشاحنات الإغاثية. لغرفة حياة كريمة. اسمحوا لي ابدا مع حضراتكم بتعريف مهام الغرفة. في إطار التعاون بين الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة التركية يتم إجلاء عدد من المصابين الفلسطينيين وذويهم إلى تركيا عبر مطار العريش الدولي. ويبلغ عدد المصابين الذي يتم إجلاؤهم 13 مصابا. يأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه عمليات إجلاء النازحين من مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح. كثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على قطاع غزة وتحديدا على مدينتي خان يونس ورفح خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى 28,576 فلسطينيا وأكثر من 68,000 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. كان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جرافيث قد حذر من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مجزرة كبيرة في قطاع غزة. مع تنامي الحديث عن عملية عسكرية إسرائيلية وشيكة في مدينة رفح الفلسطينية، تتواصل التحذيرات الدولية من مغبة إقدام جيش الاحتلال على تلك الخطوة التي وصفت بالخطيرة. وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث حذر من أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى مجزرة كبيرة في قطاع غزة. المسؤول الأممي سبقه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني الذي حذر من عواقب أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، مؤكدا أن تلك الخطوة تهدد بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كامل، ما يهدد حياة أكثر من 2 مليون شخص داخل القطاع. التحذيرات الدولية تأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الأطراف الفاعلة من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، حيث تستضيف القاهرة جولة محادثات بمشاركة قطرية أمريكية تسعى للتوصل لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين. وعلى الأرض يواصل جيش الاحتلال عدوانه المستمر منذ أكثر من 4 أشهر، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية شرقية مدينة رفح جنوبي القطاع، كما واصلت قوات الاحتلال محاصرة وقصف محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة بمخيم جباليا وبيت حانون شمالي القطاع.
في المقابل تتواصل المعارك والاشتباكات الضارية بين المقاومة وجنود الاحتلال بعدة محاور، حيث اعلنت الفصائل الفلسطينية تفجير منزل في قوة اسرائيلية راجلة وايقاع افرادها بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس. جهود حثيثة لوقف العدوان تقودها مصر، وتحذيرات دولية من مغبة عملية عسكرية وشيكة في رفح الفلسطينية، بينما يواصل الاحتلال حربه الوحشية على القطاع، وفي الأخير معاناة فلسطينية مستمرة ما استمر العدوان. طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح ميناء أسدود وطريق بري مباشر من الأردن وكل المعابر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وعرب ماكرون عن معارضة فرنسا الصارمة لشن هجوم إسرائيلي بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لافتا إلى الحاجة الملحة للتوصل دون مزيد من التأخير إلى اتفاق بشأن وقف الإطلاق الناري في القطاع. طلبت إسبانيا وأيرلندا من بروكسل تحقيق بشكل عاجل منع عن احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن عبر منصة إكس أنه نظرا إلى الوضع الحرج في رفح جنوب قطاع غزة، فقد أرسلت الحكومتان الإسبانية والأيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطالبان فيها بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها باحترام قانون الإنسان في غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة رام الله وتمركزت آلياتها في محيط مجمع فلسطين الطبية. وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم عشرات الفلسطينيين، وذلك خلال اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لشوارع المدينة وداهمت عددا من المنازل. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة قلقلية شمال الضفة الغربية. قتل 4 أشخاص بينهم طفلان وأصيب نحو 10 آخرين في قصف إسرائيلي لقرى بجنوب لبنان، ضمن تكثيف إسرائيل قصفها ردا على إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني. في المقابل قتلت مجندة إسرائيلية وأصيب 7 جنود آخرون جراء رشقة صاروخية أطلقها حزب الله استهدفت قاعدة عسكرية في صفد بشمال إسرائيل. تصعيد جديد تشهده الحدود اللبنانية الإسرائيلية على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة والذي تجاوز شهره الرابع. الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من الضربات الجوية على قرى ومناطق داخل لبنان استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات بصليا وعتشيت والصوانة والشهابية. كما شنت مدفعية الاحتلال قصفا مكثفا على أطراف قرى مروحين وطير حرفة بالجنوب اللبناني. الضربات الإسرائيلية جاءت بعد قيام حزب الله بإطلاق رشقة صاروخية استهدفت المنطقة الصناعية في صفد شمالية إسرائيل، ما أسفر عن وقوع قتيلة وإصابة 7 جنود من جيش الاحتلال. من جانبها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرشقة الصاروخية التي أطلقت من الجنوب اللبناني استهدفت أيضا مناطق بالجليل الأعلى، حيث تم استهداف القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي وقاعدة جوية في ميرون وأخرى عسكرية بصفد. التصعيد الأخير جزء من سلسلة القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر الماضي، تزامنا مع بداية العدوان على قطاع غزة، ما يزيد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كانت قوات الاحتلال نفذت سلسلة من الاغتيالات داخل الجنوب اللبناني، بدأت باستهداف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، قبل أن تقوم باغتيال وسام طويل أحد قيادات الحزب، كما استهدفت أحد مسؤولي الحزب العسكريين بقرية النبطية عبر استهداف سيارته بطائرة مسيرة.
وعلى وقع التصعيد الحاصل على الحدود اللبنانية نزح أكثر من 100,000 من سكان قرى جنوب لبنان. في المقابل شهدت مستوطنات شمال إسرائيل عمليات نزوح واسعة بسبب القصف المتبادل على الحدود. دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرانبرغ دعا إلى التحرك الفوري من أجل إنهاء دوامة التصعيد الخطير في اليمن على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وشدد جرانبرغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على ضرورة إيجاد مخرج من دوامة التصعيد الخطيرة مطالبا بخفض التصعيد على المستوى الإقليمي. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت أن قواتها ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت بنجاح ضربة دفاع عن نفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأضافت أنه تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من اليمن مشددة على أنه لم يتسبب في وقوع أضرار. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. رغم إعلانه تدمير سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم، الجيش الأوكراني يقر بأن الوضع في ساحة المعركة معقد للغاية. العالم نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. قناة نيل الأخبار على نايل دوت اي جي. الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. نايل.إيجي معك في كل مكان. عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي. قناة نيل الأخبار. جديد والآن وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخبار الاقتصادية مع زميلة حنان الخولي. إليك حنان. شكرا لكم أمل وعبد الله. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأبرز ما فيها. المركزية للإحصاء يعلن أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 6.6 مليار دولار خلال 2023. وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوضع خطة متكاملة لزيادة زراعات الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف وتوكين وتكوين مخزون استراتيجي يسهم في إحداث التوازن وقت الأزمات واستقرار الأسعار. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف التوافر للأعلاف بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير. وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية وذلك في صناعة الأعلاف، لافتا لجهود التعامل مع مشكلة نقص كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك. نوه رئيس مجلس الوزراء لأهمية الاستفادة من الصوامع حيث يمكن استخدامها في الفترات البينية كمخازن للأعلاف، موجها بأهمية وضع خطة متكاملة في هذا الشأن.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قد بلغ 6 مليارات و600 مليون دولار خلال 2023. أوضح الجهاز أن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا قد بلغت 3 مليارات و800 مليار دولار، وذلك في خلال 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا نحو 2 مليار و800 مليون دولار خلال 2023. إلى البورصة المصرية التي ارتفعت مؤشراتها على نحو جماعي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بعمليات شراء من جانب المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية ونشاط قوي للأسهم الكبرى والقيادية خاصة في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والاستثمار. وصعد المؤشر الرئيسي جي اكس 30 بما يعادل 0.9% ليصل إلى مستوى 28847 نقطة. كما صعد المؤشران ثانويان اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة واي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسب تراوحت حول 2%، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 17 مليار جنيه. خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف أكبر 5 بنوك إسرائيلية، وذلك بعد تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى في تاريخها بفعل الحرب الجارية على قطاع غزة. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو معقبا على قرار موديز، قال إن اقتصاد إسرائيل قوي ولا علاقة للتخفيض بالاقتصاد، بل إن ذلك يرجع بالكامل إلى حقيقة أن إسرائيل في حالة حرب. في سياق متصل، كشف تقرير لمكتب المراقب العام لحسابات الحكومة الإسرائيلية عن تفاقم نسبة عجز الموازنة العامة الإسرائيلية إلى ما يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يناير الماضي، مرتفعة بواقع 0.6 ومقارنة بشهر ديسمبر 2023. ويشير ارتفاع عجز الموازنة العامة في إسرائيل إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من استمرار الحرب على غزة برغم المساعدات الخارجية المالية التي تدفقت لإسرائيل لتعويض خسائرها في الحرب، لتتسع الفجوة بين إيرادات الحكومة ومصروفاتها إلى ما يعادل 89 مليار و100 مليون شيكل خلال 12 شهرا السابقة. إلى الأسواق، الأسهم الأوروبية حيث ارتفعت بعد بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع في بريطانيا، ودعمت الأمال في خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت قريب، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى مزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.1%، في حين ارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنحو 0.5% بعد أن ارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يناير الماضي. إلى أسعار الذهب العالمي والتي استقرت قرب أدنى سعر في شهرين ليتم تداول المعدن النفيس دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية. وإذ دفع تقرير التضخم في الولايات المتحدة دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992 دولار و21 سنتا للأوقية. تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بما يعادل 0.1% لتصل إلى 2050 دولار للأوقية. إذا انتهت أخبار الاقتصاد، شكرا مشاهدينا للمتابعة وعودة إليكم أمل وعبد. شكرا لك حنان.
أهلا بكم من جديد. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا في الأجلين القريب والبعيد، على الرغم من نفاد تمويل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف ووجود عوائق أمام طلب تمويل إضافي في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ورغم إعلانه عن تدمير سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم، أكد الجيش الأوكراني وأقر بأن الوضع في ساحة المعركة معقد للغاية، وقد يزداد صعوبة لعدم تلقي مساعدات عسكرية أمريكية إضافية. أعلن الجيش الأوكراني أنه دمر سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. تطور يأتي بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 9 مسيرات أوكرانية في منطقتي بلغورد وفورونيج وفوق البحر الأسود. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أعلن أن خسائر فادحة لحقت بالبحرية الروسية في البحر الأسود. وشن الجيش الروسي عدة هجمات صاروخية أيضا على مدينة سيلدوف بمنطقة دونياسك شرقي أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين. وعلى الرغم من الإعلان عن تدمير سفينة حربية روسية، إلا أن الجيش الأوكراني أكد أن الوضع على الأرض معقد للغاية، وأقر بأن أوكرانيا تعاني نقصا في العتاد لمواجهة روسيا، سيما وأن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة عالقة في الكونغرس. موسكو بدورها لا زالت مستعدة لتسوية سياسية أو ربما دبلوماسية للصراع في أوكرانيا على أساس الأخذ في الاعتبار الحقائق الموجودة على الأرض، لكن الأكيد أنها تعتبر الغرب لا يتيح خيارات للتوصل إلى هذا الاتفاق الدبلوماسي. وتنفي كلا البلدين استهداف المدنيين في الضربات على أراضي أخرى، ويقول الجانبان إن هجماتهما الجوية التي غالبا ما تكون بعيدة عن الجبهة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل. احتفلت مؤسسات العمل الأهلي التنموي عضو التحالف الوطني بمرور عام على افتتاح وتشغيل مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. وقام المركز بعمل ما يقرب من 2200 جلسة غسيل كلوي، وانتهى من تنفيذ عدد كبير من قرارات العلاج على نفقة الدولة. ويسعى المركز خلال العام الجديد بالحفاظ على دوره في رعاية واستقبال مرض الغسيل الكلوي من أهالي القرية والقرى المجاورة بنفس الكفاءة، إلى جانب العمل على توسيع وحدة الغسيل الكلوي لتصل إلى 20 وحدة، وتوسيع قدرة المركز أيضا على استقبال المرضى الدائمين ليصلوا إلى 36 مريضا دائما بزيادة 16 مريضا. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. قمة مصرية تركية بالقاهرة تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والسيسي وأردوغان يوقعان إعلانا مشتركا للتعاون الاستراتيجي. الاحتلال الإسرائيلي يكثف من غاراته على قطاع غزة وسط قتال دار في خان يونس، وحصيلة ضحايا العدوان تتجاوز 28500 شهيدا. قصف عنيف بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية يوقع 4 قتلى لبنانيين ومجندة إسرائيلية.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية المفصلة. وعلى المزيد دائما نايل دوت اي جي. إلى اللقاء.